الحمد لله وكفى وسلام على جديد الذين اصطفى الأسياء النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام أربيته العظام المستكملين الشرفاء بعد إخوتي الكرام إلى السنة الخلال الله عليه وسلم الله وسلم الله مرضى عنه عن شخيه عربيه والحضر المسلمين قال الإمام الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة ونزلنا مع الكلام عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عيلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال أنا ومن معي. قيل ثم من؟ قال الذين على الأثر. قيل ثم من؟ قال الذي على الأثر. قال ثم رفضهم في الرابعة. ده رقم كام مشي؟ نعم إسناده ضعيف. أخرج أحمد من طريق محمد بن عجلان به. قال أخبرني محمد بن يزيد بن سعيد النهرواني قال وجدت في كتاب أبي بخطه قال حدثني فضل بن جعفر قال أبا عبد الله إيش تقول في حديث قبيصة عن عباد السماج عن سفيان أئمة العدل خمسة من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعا فقال هذا باطل يعني ما ادعي على سفيان. ثم قال أصحاب رسول الله لا يدانيهم أحد أصحاب رسول الله لا يقاربهم أحد صلى الله عليه وسلم. قال وسألت أبا معمر الكرخي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. قلت إن عندنا إنسانا يقول علي وعمر بن عبد العزيز. فقال أبو معمر من قال بهذا أحد ويحك من هذا لما تصحبون مثل هذا لما تخطى معاوية. الله أكبر. أصحاب محمد خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جاء من بعدهم بأمثال الجبال والأعمال لكانوا أفضل منها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا ولو أن رجلا في قلبه غيظ على أصحاب محمد لكان كافرا. لأن الله عز وجل يقول كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يغيظ بهم الكفار فمن كان في قلبه غيظ عليهم فهو كافر. نعم وهذا إسناد في محمد بن يزيد النهرواني مهجول الحال ولكن حقيقة أن الحديث مهم جدا في هذا الباب ليبين لك البون الشاسع والفرق الواسع بين صحابي وبين تابعي المسألة كما بين السماء والأرض. قال أخبرنا محمد الضعلي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا أحمد بن جواس أبو عاصم الحنفي قال حدثنا أبو هريرة المكتب حباب قال كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله فقال الأعمش فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا يا أبا محمد يعني في حلمه؟ قال لا والله ألا بل في عدله. نعم وهذا إسناد فيه مجهول ولكن الإسناد صحيح. نعم شهادة كثانتا. قال أخوان محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا عمر بن جبلة قال حدثنا محمد بن مروان عن يونس عن قتادة أنه قال لو أصبحتم في مثل عمل معاوية رضي الله عنه لقال أكثركم هذا المهدي. وإذا في إسناد عمر بن جبلة فيه جهالة. قال أخوان محمد بن سليمان بن هشام قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن جهد أنه قال لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي. نعم هذا إسناد ضعيف في عمرو بن جبلة ومجهول وهو جهالة تضر بالسند. تفضل. قال أخبرني والثاني أيضا في عمر بن جبلة. نعم. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا محمد بن علي عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق أنه قال ما رأيت بعده مثله قال يعني معاوية. هو معاوية نعم رضي الله عنه. إسناده صحيح. قال أخبرنا محمد بن حسن قال حدثنا محمد بن زنبور أو زنبور لا أعلم زنبور قال الفضيل أوثق عملي في نفسي حب أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح وحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم جميعا. وكان يترحم قال وكان يترحم على معاوية رضي الله عنه ويقول كان من العلماء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الإسناد فيه ضعف. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبو سعيد الأشج قال حدثني أبو أسامة قال حدثني الثقة عن أبي إسحاق أنه ذكر معاوية رضي الله عنه فقال لو أدركتموه أو أدركتم زمانه كان المهدي. طبعا أيضا في إسناده جهالة وحديثه وأيضا بعض الرواة منه أبو أسامة كان فيه تدليس أسامة فيه تدليس. نعم. قال أخبرنا أحمد بن فرج أبو عتبة الحمصي قال حدثنا ضمته قال حدثنا علي بن أبي حملة عن أبيه أنه قال رأيت على معاوية رضي الله عنه قباء مرقوعا وهو على المنبر. إسناده ضعيف محمد نعوف ضعيف. قال أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا خصيف عن مجاهد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية رضي الله عنه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر من شعره بمشقص. قال فقلت لابن عباس رضي الله عنهما ما بلغنا هذا إلا عن معاوية رضي الله عنه فقال ما كان معاوية على رسول الله متهما. وهذا إسناد في ضعف. نعم. قال أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي
حدثنا وكيع عن أبي المعتمري يعني الحيري قال أبي واسمه يزيد بن ضهمان عن ابن سيرين أنه قال كان معاوية رضي الله عنه لا يتهم في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح، وهذا كله كما قلنا كلام عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ومعاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين أخو أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عن الجميع. وأيضا ترى من فضله أنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحلم الناس. ولما قيل له أنت تقدمه عن يعني لما قال له ما رأينا أعدل من عمر بن عبد العزيز، وهذا حق في التابعين، فقال له تقدمه على معاوية، معاوية يقدم عليه في الحلم، قال بل في الحلم والعدل، ويوم واحد لصحابي بعمر بن عبد العزيز وأهل بيته، ويقولون أن الجبال الحسنات التي أتى بها التابعي لا تساوي شيئا في ميزان الصحابي. ولو أنت نظرت نظرة العلم ستجد ذلك. كيف هذا يا أحمد؟ أولا عندك النص، وبعد ذلك أريد منك الفهم. النص قال لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا على الصحابي الآخر المتأخر إسلاما، لأن الكلام كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، سابق ومتأخر. شوف شوف البون الشاسع والفرق الواسع. قال لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فهمت؟ فالآن أقول لك كيف يكون بقى هذا الكلام، أنه هو وآل بيته وأعماله بأسرها يعني لا يبلغ شأوه الصحابي. يعني الإجابة محمود أن الإجابة أن كل ما جاء من بعده عليه عالى. أليس القرآن والسنة بلغونا على أكتفهم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على خير كفاعله؟ إذا كل عمل لمن جاء بعده في ميزانه، يبقى كل جبال يصل إليها توضع في ميزانه ويسبقهم بما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هنا أحد ممكن يدانيه أو يسميه؟ ولذلك معاوية بن أبي سفيان بعمر بن عبد العزيز وآل بيته جميعا. وأخطأ من قال بأن ممكن من أحد التابعين يتفوق على الصحابي بحال من الأحوال. الصحابة لا عدل لهم، الصحابة لا يساميهم أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس على الإطلاق قرني، ولأن الله جعل زكاهم من فوق 7 سماوات، وقال وألزمهم كلمة التقوى كانوا حق بها وألها، وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، إلى آخر ما جاء في آيات فضل هؤلاء. فمعاوية أفضل من كل من جاء بعده، معاوية أفضل من كل من جاء بعده، صحابي بأمة بعده. عليكم السلام يا دكتور. الفوائد المستنبطة: معاوية ابن أبي سفيان بأمة بعده، فضل معاوية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتهم في حديث النبي كما قال ابن عباس وهو كاتب الوحي، لا مقارنة بين معاوية وبين عمر بن عبد العزيز، من قارن ذلك فجهله جهل مركب. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.